شكرا على المساعدة. مقرف يوف مقزز. لا بودينج، أنت حصان صغير مميز جدا. لا تأكل هذه الأشياء المقرفة، إنما الأفضل منها، هذا واضح؟ تعرف أنني أحبك يا صغيري الجميل. كيف الحال؟ بخير. توقف عن سرقة جزري. جزرك؟ اسمعي أيتها المزعجة، أنت أخذت جزري. هاي كفي عن ضربي. إنه لي. منذ متى أنت وسيلة تحتاجان إلى الجزر؟ بودينج سيصبح حصان استعراض من الدرجة الأولى، وللدرجة الأولى الأفضل فقط. الواحد في المئة، الاختيار الأفضل دائما للبودينج. وماذا حصل للبقية؟ 99 المتبقية. ولكن جزري. واضح أنك أنت أيضا من 99 المتبقية. أنت تفهم أن هذا يعني حربا طبقية. حسنا، حان وقت درس الفروسية. هل قال أحدهم دروس فروسية؟ من أنت؟ أنا مدرب فروسية. أين حصانك؟ سؤال جيد. سأعود على الفور. أول درس اليوم هو النطنطة. النطنطة؟ حركة الوث بتلك. الهرولة؟ أجل، الهرولة. لقد زرعت هذه الجزرة، أنت تسرق جزرتي. ماذا؟ أنت زرعت هذه الجزرة؟ لا أصدق، إنه لشرف كبير فعلا. كيف فعلت هذه القطعة الفنية؟ هذا سهل، سأريك. أولا أعددت البذر، ثم حفرت حفرة، وضعت البذرة بلطف في الحفرة، ثم رصصت التربة بحذر. الآن أسقيها، أخصب التربة بالسماد العضوي، القليل من نور الشمس، والصبر، الكثير الكثير من الصبر. وإلى والآن لنلقي نظرة. لابد من أنني أخطأت في شيء. وضع هذه النبتة مؤسف للغاية. أو حسنا. توقف، هي تنتجه. إن أخطأت في حقه فأنت تخطئ في حقي، فلنقم بذلك.
أحب هذا السنجاب، إنه مضحك. على ما تضحك أنت؟ هذا السنجاب أقوى منك بكثير. اذهب أيها الدب. هذا السنجاب سيكون صديقي الجديد. سأخبرك أمرا، سأعقد اتفاقية. سأعطيك هذه الجزرة مقابل صديقك الصغير. ماذا؟ هل أنت تطلب مني أن أستبدل صديقي المفضل في العالم كله بمجرد جزرة؟ هذا سيكون رائعا، سنتسلى كثيرا. ماذا تحبين أن تفعلين في العطلة؟ لا تتكلمين كثيرا، سكويكس يحب الكلام. نتحدث عن كل شيء، كتب، أفلام. لماذا كان مايكل جوردن أفضل من ليبرون جيمس؟ أهلا لحظة، ما الذي فعلته؟ استبدلت صديقي المفضل بجزرة؟ متأكد من أنك تظنين أن ليبرون أفضل من مايكل؟ أيتها الجزرة الجاهلة، أنا أعدد لك سكويكس. اليوم سنحضر الخضار الجذرية، اللفت الطازج، السمندر الطازج، وبالتأكيد الجزر الطازج. انتظروا سيدتي وسادتي. أنت تفسد برنامجي. وأنت تفسدين حديقتي. حديقتك هي عجائب، ولا نذهب. هذه الطاهية سوف تعاقب. ميمي من هو؟ طازج، طازج. أهلا من جديد. الأهم في الطهو هو أن تتأكدوا من أن المكان والأدوات نظيفة وخالية من الجراثيم. لا شيء يفسد النضارة أكثر من الجراثيم. الوسخ والقذارة. حسنا، لم يحدث أي ضرر، لهذا من الجيد التأكد مرتين. تأكدوا من أن كل شيء مرتب ونظيف. مزيد من الوسخ، ولكن كيف؟ المهم إبقاء مكان عملكم نظيفاً. هكذا، الآن يمكننا أن نبدأ. أنا لا أصدق. لا 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 لا. انسى الأمر، أنا لن أستخدم لوحة تقطيع وسكيناً. كل ما أحتاج إليه هو معلق وبطبق مطبق علقة. تعرفون ما أعني. أنا متسخط أيضاً. ستجهز خلال دقيقة. لا تبالوا بتقطيع الخضار والجذور، يمكنكم طهوها كما هي. علينا أن نأخذ أسئلة المشاهدين. اضبط الإضاءة، وجهها يبدو غريبا بعض الشيء. أظن أنه حان الوقت الذي سأستمع فيه إلى أسئلة المشاهدين. أجل، أنت صاحب القفاز. مرحبا إيفانا، أنا معجب أشاهدك منذ زمن. كنت أتساءل كيف ستحضرين هذا الجزر؟ سؤال جيد. للحفاظ على نظراتها من الأفضل أن نحضرها. بما أننا نتكلم عن التحضير، كيف أتحضر الامتحان الرياضي؟ سكويكس، سألعب الورقة معك عندما نستعيد أسناننا. ما هذا؟ هل هو يوم التذمر؟ علي أن أكل شيئا. سيكون هذا مؤلما. قد نسيت تماما، هل يفوز الواحد ام الثمانية؟ انظر الى كل هذا البندق. شكري يا صاحبي، سأساعد اسناننا. اذا كنت تريد ان تحضر العرجة عليك ان تحظى باسناننا، والان ساحتاج الى شيء اخر. اعطيتك حامضا، اصبح لديك اسنان حامض. حسنا، هذا لم ينجح، لكن علينا ان نستعيد اسناننا. اعدك يا صاحبي، ثم سنلعب الورق. نجحت. اعطني السن وساحررك. اعطني هذا. عذرا، يمكن مقايضتها باسناني. حسنا. Mm-hmm.